نتفليكس، ديزني بلس، سبوتيفاي، أمازون برايم، كم هو عدد الخدمات التي تشتركون بها؟ دعوني أخمن، واحدة للمسلسلات، ثانية للأفلام، وثالثة للموسيقى. ولكن لا تقلقوا، لستم لوحدكم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك 72% من المشاهدين يشتركون في خدمة واحدة على الأقل، وأحياناً اثنتين وثلاث خدمات. ولكن هل تعرفون كم تستهلك تلك الخدمات من الطاقة الكهربائية، وكم ينجم عنها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ دعونا نتابع. Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. لم يكن نتفليكس هو مقدم خدمة البث الأول ولن يكون الأخير، لكنه بالتأكيد غير الطريقة التي نستهلك بها البرامج التلفزيونية والأفلام. تم إنشاء الشركة في العام 97 في كاليفورنيا، وقبل إمكانية مشاهدة مقطع فيديو عبر الإنترنت كانت البداية تقوم ببساطة على تأجير أقراص DVD. هل تذكرونها؟ نعم، صدقوا أو لا تصدقوا، كانت أقراص DVD شيئاً جديداً في ذلك الوقت. في العام 99 بدأت نتفليكس في استخدام نموذج الاشتراك، وفي وقت لاحق أي في العام 2007 دخلوا عالم البث، وهو أمر مضحك لأن هذا العالم تسبب في زوال أقراص DVD، المنتج الذي راهنت عليه نتفليكس في بدايتها. اليوم مع التقدم التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الإنترنت أصبحت الأسعار في متناول الجميع. هل تعلمون بأن شبكة نتفليكس هي واحدة من الشبكات الرائدة حول العالم مع أكثر من 182 مليون مشترك حول الكرة الأرضية؟ ولكن كيف يؤثر ذلك على البيئة؟ لكن من أين تأتي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ تحدث عند تصنيع الهواتف والكابلات وأجهزة التوجيه وأنظمة التبريد والخوادم، وهناك أيضاً انبعاثات تصدر عندما نتخلص منها، وبالطبع عندما نستخدمها. هناك الملايين من الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، أي زيتابايت من المحتوى، كيلوبايت، ميجابايت، جيجابايت، تيرابايت، ثم بيتابايت، إكسابايت، وأخيراً زيتابايت ويوتابايت. تقول منظمة شيفت بروجكت، وهي منظمة غير حكومية فرنسية تقوم بحملات من أجل حماية شبكة الإنترنت، أن 10 ساعات من محتوى فيديو عالي الدقة يحتوي على بيانات أثقل من جميع مقالات ويكيبيديا، وأن الفيديوهات تمثل 60% من المحتوى المتداول على الإنترنت، وهو ما يعادل 300 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 30 minutes of Netflix emits only about 30 to 60 grams of CO2. So similar to driving about 200 meters in a conventional car. Just to give you a sense of the scale we're looking at. You know, we often talk about CO2 emissions from flying. So here we said, okay, you know, how much Netflix would you need to watch to emit the equivalent of a round trip flight from Paris to New York, which is about 650 kilograms. And it's actually 30,000 hours of Netflix. لذلك لازال هناك العديد من المشتركين الجدد في تلك الخدمات، كما أن أعدادهم تزيد يوما بعد يوم. ولكن لا تقلقوا، هناك 3 أشياء بالإمكان أن تقوموا بها من أجل التخفيف من هدر الطاقة الكهربائية والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. By lowering your resolution, you can substantially reduce the data load and of course electricity use. Just by using smaller devices and screens, that's much lower electricity use. So if you, for instance, watched on your phone, tablet, or even your laptop, that's going to consume a lot less power than watching on a very large TV. If you're watching on your phone, if you're watching on Wi-Fi, you can use a lot less electricity for the data transmission. لسوء الحظ، ليس لدينا يد في كيفية تشغيل منصات البث، فتصميماتها تسبب الإدمان. هي مثل المقطورات التي تبدأ من تلقاء نفسها وتمنحك ثواني قليلة فقط لتقرر ما إذا كنت تريد متابعة المشاهدة قبل بدء الحلقة التالية تلقائيا. هذا لا يستهلك المزيد من الطاقة فحسب، بل يلعب دورا أيضا في كيفية استهلاكنا لمقاطع الفيديو. مرحبا بكم في شراهة المشاهدة. لذلك تقع على عاتق الشركات ومشغلي مراكز البيانات مسؤوليات أيضا، لاسيما من خلال الجهود
المبذولة لزيادة الكفاءة والاستثمار في الطاقة المتجددة. في وقت سابق من هذا العام وافق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهداف تستند على أسس علمية لتقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بين العامين 2020 و2030، ولكن للحكومات دور عليها أن تلعبه أيضا. Il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique, que ce soit les utilisateurs ou que ce soit les fournisseurs, évoluent. Et une bonne façon pour faire en sorte que cette évolution se produise, bien c'est que les gouvernements indiquent clairement la situation à laquelle ils souhaitent arriver d'ici quelques années. في هذه الأثناء دعت المفوضية الأوروبية مراكز البيانات إلى أن تكون محايدة مناخياً بحلول العام 2030، ولكن كيف سيتطور شكل هذه الصناعة بعد 10 سنوات؟ هل ستظهر أشكال تقنية جديدة؟ هل سيكون الطلب على هذه الخدمات مرتفعاً كما هو الحال عليه اليوم؟ أم هل سيكون هناك شكل جديد من أشكال الطاقة يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ اليوم من الصعب التكهن بكل ذلك، لكن كل ما يمكن القيام به هو جمع بيانات أكثر شفافية من الشركات وسياسات أكثر وضوحاً من الحكومات، والأهم من كل ذلك استخدام أكثر مسؤولية من قبلنا لتلك الخدمات كما يؤكد مشروع التحول لتحقيق الرصانة الرقمية. هذا كل ما في حلقة هذا الأسبوع من سوبر زوم. انتظرونا في حلقات مقبلة.